طاب الله أوقاتكم بكل الخير أحبتي الكرام، عدنا إليكم ومن جديد في قصة شيقة، فاستمعوا واستمتعوا حتى النهاية. كان يا ما كان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على نبينا العدنان. يحكى في قديم الزمان أن كان هناك ملك يسعده صيد الحيوانات البرية في الغابة، وفي أحد الأيام طرد ظبيا لمسافة طويلة وظل طريقه، فوجد نفسه وحيدا وحل الليل، لكنه فرح كثيرا عندما وجد كوخا صغيرا في ساحة وسط الغابة. كان يعيش في ذلك الكوخ فحام، فسأله الملك عما إذا كان بمقدره إرشاده إلى طريق الخروج من الغابة، واعدا إياه بمكافأة مجزية. فقال الفحام: يسعدني الذهاب معك، ولكن كما ترى أتوقع أن تلد زوجتي في هذه الليلة، وليس في مقدوري الذهاب بعيدا. ثم أين تريد الذهاب في هذا الوقت من الليل؟ استلقي الآن على بعض القش في العلية، وغدا صباحا سأكون دليلك. وبعد وقت قصير رزق الفحام بطفل. كان الملك مستلقيا على القش في العلية غير قادر على النوم، وعند منتصف الليل لاحظ شيئا كأنه ضوء في المخزن، فنظر من خلال شق في اللوح الخشبي، فرأى الفحام نائما وزوجته مضجعة كالمغمى عليها، وثلاث ساحرة عجائز كلهن بلباس أبيض واقفة على جانب الطفل، وبيد كل واحدة منهن شمعة طويلة مضاءة. فقالت الأولى: هديتي إلى هذا الولد هي أن أخطارا عظيمة ستواجهه. وقالت الثانية: هديتي له أن يتخلص منها جميعا ويعيش عمرا مديدا. وقالت الثالثة: وأنا سأمنحه زوجة، الطفلة التي ولدت اليوم لهذا الملك والذي يرقد في الطبق العلوي على القش. ثم وضعت الساحرات شموع وعدنا إلى الصمت ثانية. شعر الملك وكأن سيفا غرز في صدره، ولم ينم حتى حل الصباح مفكرا بما سيفعل لمنع حدوث ما سمع. وعندما بزغ الفجر شرع الولد بالبكاء. استيقظ الفحام ووجد زوجته قد نامت نوما أبديا، فراح يبكي على زوجته وولده اليتيم. اقترب الملك منه وقال له: لا عليك يا رجل، يعطيني الطفل وسأهتم به وأرعاه حق الرعاية، وسأعطيك من المال ما يغنيك عن العمل في الفحم. سر الفحام لذلك، ووعده الملك بإرسال مربية إلى الطفل. أرشد الفحام الملك إلى طريق العودة، وعندما وصل إلى قصره أبلغوه بأن طفلة جميلة ولدت له في تلك الليلة. وأي ليلة كانت؟ فقد كانت ليلة ليلة شهدت المصائر الثلاث. فحبس الملك ودعا أحد خدمه وقال له: اذهب إلى الموضع الفلاني في الغابة، تجد فحاما يعيش في كوخ، أعطيه هذا المال وسيعطيك طفلا صغيرا، خذ الطفل وتخلص منه في طريق عودتك، وإن لم تفعل تخلصت منك أنت. مضى الخادم وأخذ الطفل ووضعه في السلة، وعندما وصل إلى جسر ضيق يجري تحته نهر عميق وواسع، ألقى السلة بكل ما فيها في الماء، ثم انصرف عائدا إلى الملك ليخبره بالأمر. وما أن سمع الملك الخبر حتى قال: ودعا أيها الصهر الغير مرغوب فيه. اعتقد الملك أن الطفل قد غرق، لكنه لم يكن كذلك، فقد عام على الماء في السلة وكأنها ماد، ونام كأن النهر يهدهده حتى وصل إلى كوخ صياد سمك.
وكان ذلك الصياد جالسا على الضفة يصلح شبكتها. وعندما رأى شيئا ما يطفو على النهر قفز إلى قريبه ومضى ليمسك بها، وفي اليابسة أخرج الطفل من السلة ثم مضى به إلى زوجته وقال لها: كنت دائما تتمنين ابنا صغيرا، وها هو قد جاء به الماء إلينا. فرحت زوجة الصياد وصارت ترعى الطفل وكأنه ابنها، وأسمياه عائم لأنه وصل إليه عائما على الماء. كان النهر يجري والسنين تمضي، ومن ولد صغير صار عائم شابا وسيما لا شبيه له في طول البلاد وعرضها. وفي أحد أيام الصيف حدث أن كان الملك يركب فرسه وحده فمر بكوخ الصياد. كان الجو حارا وعطش الملك، فأومأ إلى الصياد بأن يعطيه قليلا من الماء العذب. وعندما جاء عائم ليناوله الماء نظر إلى الملك بانبهار وقال للصياد: لديك غلام رائع أيها الصياد، أهو ابنك؟ فأجاب الصياد: هو ابني وليس ابني، فقبل 20 عاما كان يسبح وهو طفل رضيع على النهر في سلة، فأخذناه وربيناه وكما ترى. شعر الملك وكأن غشاوة غطت عينيه وشحب وجهه حتى صار لونه بلون جدار أبيض، مدركا أن هذا الشاب ليس سوى الطفل الذي أمر بإغراقه. لكنه سرعان ما استعاد ربطة جأشه ونزل عن جواده وقال: أريد رسولا إلى القصر وليس عندي أحد، فهل بالإمكان أن يذهب هذا الشاب إلى هنالك من أجلي؟ قال الصياد: ما على جلالتكم إلا أن تأمروا وسيذهب الشاب من فوره. جلس الملك وكتب رسالة إلى زوجته الملكة قائلا لها: عالجي هذا الشاب الذي أرسل إليك معه رسالة هذه بالسيف حالا، فهو عدو لي، وافعل ذلك قبل عودتي. ثم طوى الرسالة وأحكم إغلاقها وختمها بختمه. انطلق عائم من فوره حملا الرسالة، وكان عليه أن يمر بغابة كبيرة، لكنه أضع الدرب وظل الطريق وصار يمضي من أجمة إلى أجمة حتى بدأ الجو يزداد عتما. عندها التقى بساحرة عجوز فقالت لها: إلى أين أنت ذاهب يا عائم؟ فأجابها: أنا ذاهب برسالة إلى قصر الملك وأضعت طريقي، فهلا دللتني أيتها الأم عن طريق الخروج؟ فقالت له العجوز الساحرة: بكل الأحوال لن تخرج الآن، فالظلام يعم الغابة، ابقى الليلة معي ولن تكون مع شخص غريب فأنا جدتك. سمح الشاب لنفسه بأن يقتنع، ولم يمشي الاثنان إلا خطوات كثيرة حتى شاهد قبلتهما بيتا صغيرا جميلا وكأنه ظهر من فوره على الأرض. وفي الليل وعندما كان الشاب نائما أخرجت الساحرة الرسالة من جيبه ووضعت أخرى مكانها. كان مكتوب فيها: أكرمي هذا الشاب الذي أرسل إليك معه رسالة هذه بتزويج ابنتنا في الحال، فهو الصهر المقدر لي، ونفذ ذلك قبل عودتي. وفي الصباح استيقظ عائم وأكمل طريقه. وعند وصوله إلى القصر قابل الملكة، وما إن قرأت الملكة الرسالة حتى أمرت في الحال بإجراء ترتيبات الزواج. وبعد مرور عدة أيام عاد الملك إلى دياره، وعندما رأى ما حدث سخط سخطا عنيفا على زوجته الملكة لما فعلته. فردت عليه الملكة: أولست أنت من أمرتني أن أزوجه ابنتنا قبل عودتك، وها هي رسالتك؟ تناول الملك الرسالة ونظر فيها. الكتابة، الختم، الورق، كل شيء كان يعود له. دعا سهره وراح يسأله عما حدث في طريقه إلى القصر،
فقص عليه عائم كيف انطلق في رحلته وكيف تاه عن طريقه في الغابة. وبات تلك الليلة عند جدته فسأله الملك: صف لي جدتك وحدثني عما قالت لك. أخذ عائم يصف له الساحرة ويحدثه بما دار بينهم من حديث، ففهم الملك من خلال كلامه أنها نفسها تلك التي اختارت ابنته قبل 20 عاما زوجة لابن الفحام. ففكر طويلا ثم قال في نفسه: ما صار لا يمكن تغييره، ولكن. ثم رفع رأسه ونظر إلى عائم وقال: أنت لا يمكن أن تكون صهري هكذا بلا شيء. إذا كنت تريد ابنتي عليك أن تجلب لي مهرا، ومهر ابنتي هو 3 شعرات ذهبية من رأس الجد أرنو. وكان يظن في قرارة نفسه أنه بذلك سيتخلص من صهره الذي يبغضه. ركب عائم على فرسه ومضى، لكن أي طريق يسلك وإلى أي اتجاه يتجه لم يكن عائم يعرف شيئا. صار في طول البلاد وعرضها عبر تلال ووديان ومستنقعات وأنهار حتى وصل إلى بحر أسود، وهناك رأى مركبا وفيه مراكبيه، فألقى عليه عائم السلام قائلا: السلام عليكم أيها الشيخ المراكبي. فرد المراكبي عليه: وعليك السلام أيها الزائر الشاب، إلى أين وجهتك؟ فأجابه عائم بالقول: إلى الجد أرنو من أجل الشعارات الذهبية 3. فقال المراكبي: انتظرتك وقتا طويلا يا رجل منذ 20 عاما، وأنا أتنقل هنا ولم يأتي أحد ليحررني، فإذا وعدتني أن تسأل الجد أرنو متى ينتهي عملي، وسأخذك بالمركب إلى ما تريد. فوعده عائم بذلك، فأركبه المراكبي وأخذه عبر البحر. وبعد ذلك وصل إلى مدينة كبيرة، لكنها كانت متهالكة وحزينة. وقبالة المدينة التقى شيخا كبيرا كان يحمل بيده عصا يتوكأ عليها، يكاد الرجل لا يقوى على نقل خطاه. فألقى عائم عليه التحية قائلا: حياك الله أيها الجد الكبير. فرد الشيخ الكبير: حياك الله أيها الشاب الوسيم، إلى أين وجهتك؟ فقال عائم: إلى الجد أرنو من أجل الشعارات الذهبية 3. قال: ماذا قلت يا ولدي؟ كنا ننتظر منذ زمن طويل هذا الرسول، علي أن أخذك حالا إلى سيدنا الملك. وعندما وصلوا إلى الملك قال: سمعت أنك ذاهب بمهمة إلى الجد أرنو، لدينا شجرة تفاح هنا تعطي تفاحا يعيد الشباب، فإذا أكل أي أحد منها وكان على حافة القبر سيعود شابا مرة أخرى، لكن في السنوات 20 الأخيرة لم تعد شجرتنا تثمر، وإذا وعدتني بسؤال الجد أرنو عما إذا كان بإمكانه مساعدتنا فسأكافئك مكافأة سخية. وعده عائم بذلك، فأذن له الملك بالانصراف مكرما. صار عائم في طريقه إلى أن وصل إلى مدينة كبيرة أخرى وكان نصفها خاربا. وفي مكان لا يبعد عن المدينة وجد عائم هنالك ولد يدفن أباه الميت، وكان الولد يبكي بكاء مرا، فحياه عائم قائلا: حياك الله يا حفار القبر الحزين. فرد عليه الابن: حياك الله أيها الزائر الطيب، إلى أين وجهتك؟ فأجابه عائم: أنا ماض إلى الجد أرنو من أجل الشعارات الذهبية 3. تنهد الابن قائلا: ليت مجيئك كان قبل هذا، لأن ملكنا كان ينتظر مجيئك منذ زمن طويل، فعلي أن أصطحبك إليه. وعندما وصلا إلى الملك قال الملك: سمعت أنك ذاهب بمهمة إلى الجد أرنو، لدينا بئر هنا كان ينبثق منه ماء الحياة، ولو شرب منه أي أحد حتى لو كان في نزاع الموت
لعاد سليما معافى في الحال، لكن منذ 20 سنة توقف الماء عن التدفق. وإن وعدتني بسؤال الجد أرنو أنه عما إذا كان بإمكانه مساعدتنا فسوف أجزيك بمكافأة سخية. فوعده عائم وأذن له الملك بالانصراف مكرما، وبعد ذلك ذهب بعيدا في الأسقاع ومر بغابة سوداء. وفي وسط تلك الغابة لمح مرجا أخضرا واسعا يمتلئ بورود جميلة، وفي وسط المرج قصر ذهبي. كان ذلك قصر الجد أرنو، وكان يتألق وكأنه من نهر. دلف عائم إلى القصر لكنه لم يجد أحدا فيه سوى ساحرة عجوز تغزل وهي جالسة في إحدى زواياه، فرحبت به قائلة: أهلا بك يا عائم، كم أنا سعيدة برؤيتك ثانية. نظر إليها فإذا هي جدتها، والتي قضى الليلة في بيتها عندما كان يحمل الرسالة. سألته الجدة قائلة: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ فأجابها: الملك لا يريدني سهرا له من أجل لا شيء، لذا فقد أرسلني للبحث عن شعرات الجد أرنو الثلاث. تبسمت الساحرة وقالت له: الجد أرنو يا بني في الصباح يكون شابا صغيرا، وفي الظهيرة رجلا ناضج، وعند المساء يكون جد كبير. لكن لا تقلق، سوف أعطيك الشعرات الذهبية الثلاثة من رأسه الذهبي، وإلا لست شدتك من أجل لا شيء. لكن يا ولدي لا يمكنك البقاء حيثما أنت، لا شك أن لابن الجد أرنو نفسا طيبة، لكن عندما يأتي إلى البيت جائعا في المساء قد يرغب في أن يشويك ويأكلك على العشاء، لذا هناك طشت فارغ سأغطيك به. وهنا التمس عائم منها سؤال الجد أرنو عن الأشياء الثلاثة التي كان قد وعد بالإتيان بإجابة عنها عندما كان في طريقه إلى هنا. فقالت الساحرة: سوف أسأله وعليك الانتباه إلى ما يقوله، أما الآن اختبئ، فما هي إلا لحظات حتى يأتي. وما هي إلا لحظات حتى هبت رياح قوية من خارج القصر، وظهر الجد أرنو برأسه الذهبي، وكان شيخا كبيرا. وما أن دخل حتى قال: أشم رائحة لحم بشري، هل عندك أحد يا أمي؟ فأجابته قائلة: لا يا ولدي، من هذا الذي أستقبله هنا دون أن أريك إياه؟ لكن هذا لأنك طوال النهار تتنقل من مكان إلى مكان، ويمتلئ أنفك برائحة البشر، لذا فلا عجب أنك تظل تشتم هذه الرائحة عندما تعود إلى البيت في المساء. لم يرد الشيخ عليها وجلس يتناول العشاء. وبعد العشاء وضع رأسه الذهبي في حضن الساحرة ونام. وحالما رأته يغط في نوم عميق سحبت شعرة ذهبية ورمتها على الأرض. فتح الشيخ عينيه وقال: ماذا تريدين يا أمي؟ فقالت له: لا شيء يا بني، لا شيء، لقد نمت وحلمت حلما رائعا. بما حلمت؟ حلمت بمدينة ينبثق لأهلها ماء حياة، وكان أي مريض يشرب منه يستعيد عافيته. لكن منذ 20 سنة توقف الماء عن التدفق، فهل من مساعدة كي يتدفق من جديد؟ فأجابها: هذا أمر يسير، هناك ضفدع جالس على المنبع في البئر يحبس تدفق الماء، فليقتل الضفدع وينظف البئر وسيتدفق الماء كما كان من قبل. وعندما داهم النعاس الشيخ مرة أخرى سحبت الساحرة شعرة ذهبية ثانية ورمتها على الأرض، فقال لها: ما الذي يزعجك ثانية يا أمي؟ فردت عليه: لا شيء يا ولدي، لا شيء، نمت ورأيت مرة أخرى حلما عجيبا، إذ رأيت مدينة لدى أهلها شجرة تفاح
ثمارها تعيد الشباب، فعندما يصير المرء عجوزا ويأكل منها تفاحة يسترد شبابه. لكن خلال 20 سنة الأخيرة لم تعد الشجرة تحمل ثمارا، فهل من مساعدة؟ فقال الشيخ: هذا أمر يسير، فتحة الشجرة يقبع ثعبانا ينيك قواها، فليقتل الثعبان ويعيد زراعة شجرة التفاح مرة أخرى وسوف تثمر كما كانت من قبل. وشعر الشيخ بالنعاس ثانية، فسحبت الساحرة شعرة ذهبية ثالثة، فقال بانزعاج وأراد أن ينهض: لماذا لا تدعيني أنام يا أمي؟ فقالت له: ابقى ممددا يا بني، ابقى ممددا ولا تغضب، لم أرد إيقاظك، لكن نوما ثقيلا داهمني، وحلمت حلما عجيبا آخر، إذ حلمت بمراكبي في بحر أسود منذ 20 سنة وهو يتنقل فيه، وما من أحد جاء ليحرره من ذلك، فمتى سينتهي عمله هذا؟ فقال الشيخ: هذا ولد غبي يا أمي، دعيه يعطي المجدفة إلى يد شخص ويقفز هو إلى الشاطئ، وسوف يكون هذا الآخر مراكبيا بدلا عنه، لكن الآن أرجوك دعيني في هدوء، علي الاستيقاظ باكرا غدا. وفي الصباح هبت ريح مرة أخرى في الخارج، ومن حجر أمه استيقظ، لم يكن شيخا بل فتى جميلا ذهبي الشعر، حيا والدته مودعا وطار خارجا من النافذة. رفعت الساحر الطشطة وقالت لعائم: هذه 3 شعرات ذهبية لك، وتعرف أيضا بماذا أجاب الجد أرنو عن تلك الأشياء 3، والآن اذهب في طريقك يا ولدي، وداعا لن تراني مرة أخرى، فلا حاجة لذلك. شكر عائم الساحرة بامتنان ورحل. وعندما وصل عائم إلى المدينة الأولى سأله ملكها عما لديه من أخبار، فقال عائم: أخبار طيبة، نظف البئر واقتل الضفدع الجالس على المنبع وسوف يتدفق الماء كما كان في سابق عهده. ففعل الملك ذلك من دون تأخير، وعندما رأى الماء يبقبق ويندفع متدفقا أهدى عائم 12 فرسا وعليها ما تستطيع حمله من ذهب وفضة. وعندما جاء إلى المدينة الثانية سأله الملك عن الأخبار التي يحملها، فقال عائم: أخبار طيبة، أزل شجرة التفاح وستجدون ثعبانا تحت جذورها، اقتلوه ثم زرعوا شجرة التفاح ثانية وستثمر كما كانت في سابق عهدها. ففعل الملك هذا من فوره، وخلال الليل اكتسحت شجرة التفاح بالثمار كما لو أن وردا نثر عليها، فابتهج الملك لذلك وأهدى لعائم 12 فرسا سوداء وعليها من الثروة ما تستطيع حمله، وارتحل عائم في طريقه. وعندما وصل إلى البحر الأسود سأله المراكبي أما إذا عرف متى يتحرر، فأجابه عائم: لقد عرفت، ولكن أنقلني أولا وسوف أخبرك. اعترض المراكبي في البداية، لكنه عندما رأى أن ليس هناك شيء آخر يفعله نقله هو وخيوله، فقال له عائم: قبل أن تنقل أي أحد مرة أخرى ضع المجدفة في يده واقفز إلى الشاطئ، وسوف يكون هو المراكبي بدلا منك. وصل عائم إلى قصر الملك، لم يصدق الملك عيناه عندما جاء إليه عائم بالشعرات الذهبية 3 من الجد أرنو، وبكت ابنته، لكن ليس حزنا بل من فرحها لعودته. سأله الملك قائلا: لكن من أين حصلت على هذه الخيول البديعة وهذه الثروة الكبيرة؟ فأجاب عائم: لقد كسبتها.
وراح يقص عليه كيف أنه ساعد أحد الملوك في استرجاع شجرة التفاح والتي تعيد الشباب، وساعد ملكا آخرا باستعادة ماء الحياة والذي يعيد للمرضى عافيتهم. وكان الملك يكرر في نفسه ببطء: تفاح يعيد الشباب، ماء حياة، تفاح يعيد شباب، ماء حياة. يا ترى لو أكلت تفاحة لصرت شابا من جديد، أو ربما استعملت التفاح وذلك الماء؟ فقام من فوره وانطلق في طريقه سعيا وراء تفاح الشباب وماء الحياة، لكنه لم يعد منذ ذلك الحين. وهكذا صار ابن الفحام سهرا للملك كما قرر القدر. أما الملك فربما قضى قدره بأن يصبح مراكبيا ينقل الناس عبر البحر الأسود. أما أنا فقدري أن أحكي لك هذه القصة، وقدرك أنت أن تستمع إليها. وما دمت وصلت إلى هنا، لا تنسى أن تترك لي كلمة طيبة كعيونك الجميلة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.